بسم الله الرحمن الرحيم. عملية تحويل واجهة الوورد والإكسل إلى اللغة العربية. طبعا في البداية يجب أن يكون مثبت لدينا على الجهاز ملف حزمة التعريب مايكروسوفت أوفيس لانجويج 2007 أو 2003 حسب الإصدار لديك. الآن ندخل إلى صفحة الإكسل ونذهب إلى خيار الوورد أوبشن ونختار من هنا خيار بابيولار ثم لانجويج سيتنج. نحدد هنا اللغة العربية وفي الخيار الثاني أيضا نحدد اللغة العربية ثم نعمل خروج. الآن نعيد تشغيل مايكروسوفت أوفيس. لاحظ هنا اللغة أصبحت أو القوائم باللغة العربية. تحياتي لكم، السلام عليكم.